والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال. نعم، تنضم إلينا فيها الزميلة ميرنا إيهاب. كل عام وأنت بخير، تفضلي ميرنا. شكرا لك رجائي، شكرا لك إيمان. والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. ينفذ قطاع البترول برنامجا متكاملا للتحول الرقمي في كافة أوجه الصناعة البترولية، وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي بدأ تنفيذه عام 2016. ويهدف المشروع إلى تحسين الأداء ودورات وأنظمة العمل ورفع كفاءة العمليات من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة وموحدة تعمل على ربط كافة أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة التحديات بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة. سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX 30 مكاسب بأكثر من 21% منذ بداية العام الحالي، ليصل لمستويات 17665 نقطة، ليكون المؤشر قد حقق أعلى أداء مقارنة بالمؤشرات الرئيسية بالأسواق المالية العربية. كما سجل مؤشر EGX 70 مكاسب بأكثر من 26% منذ بداية العام الحالي، وكذلك مؤشر EGX 100 قد حقق مكاسب نصف سنوية بأكثر من 26%. وحافظ رأس المال السوقية للشركات المقيدة بالسوق على استقراره فوق تريليون جنيه، حيث سجل نحو 1.18 تريليون جنيه، مرتفعا بنحو 215 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري. في أسواق البترول العالمية، تخلى النفط عن معظم مكاسبه السابقة، حيث تغاضت المخاوف من رفع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب على الدعم الذي تلقته الأسعار من تقرير يظهر انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية. وسجلت أسعار النفط انخفاضاً بنسبة 0.15% ليصل إلى 72.15 دولاراً للبرميل. أما بالنسبة للعقود الأجلة، فالخام القياسي العالمي سجل في غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضاً بنسبة تقدر ب 0.18% ليصل إلى 67.58 دولار للبرميل. كما تراجعت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 42% لتصل إلى 2.36 دولار للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.39% لتسجل 2.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقع رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول تنفيذ مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة للبنك. وأضاف رئيس البنك المركزي الأمريكي أنه لا يستبعد زيادة تكلفة الاقتراض في اجتماع تحديد السياسة المقرر عقده في نهاية يوليو المقبل. وأشار إلى أنه تم قطع شوط طويل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن توقف هذا الشهر عن الرفع جاء بهدف استيعاب تأثير دورة رفع الفائدة على الاقتصاد. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم رجاء وإيمان. شكرا ميرنا على كل هذه الأخبار.